تعرف على هاتف Honor X8 B الجديد كلياً. التقط أروع اللحظات بوضوح مع كاميرا بدقة 108 ميجا بيكسلز. استمتع بتجربة مشاهدة غامرة مع شاشة أموليد بدون ضرر على العين من أجل راحة استثنائية عند المشاهدة. قوة تتخطى الحدود. مستواكم مباراة يوم أمس حقيقة أنا سعيد جدا بهذا المستوى اللي ظهرت به قياسا بالفترة اللي دربنا بها، يعني فترة قليلة شهر تقريبا، المغتربات ما كلهن إجن أو المحترفات ما كلهن إجن، وبعض اللاعبات ما قدروا يلتحقن بالتدريب في بغداد بسبب التدريب في إقليم كردستان. النقطة الثالثة والمهمة أنه العراق ما يوقف على لاعب أو لاعبة. أشكركم على الجهد اللي بذلتوه البارحة ونتيجة مشرفة. إن شاء الله المباريات القادمة راح تشوفون نفسكم أفضل إن شاء الله، لأنه الخوف راحت من عندكم، القلق راح، وإحنا يوم بعد يوم راح نتعلم. يعني أنتوا الآن إذا راجع نفسنا كلكم، أسألكم هل مستوانا نفس مستوانا قبل شهر؟ أنا أعتقد لا، أعتقد يعني لأنه وجهة نظري كخبير في هذا الاختصاص انه احنا تطورنا بنسبه خلينا نقول 10 الى 20% من المستوى اللي نتمنى ان نوصل اليه. ان شاء الله بالمستقبل نوصل الى مرحله اكبر وافضل، وان شاء الله تكونوا منتخب يفتخر به العراق ان شاء الله.